طب دلوقتي لو احنا عندنا سيجنال اكس اوف ان واعتبرنا انها بيريودك اوف بيريود ان، هي بتروح برضه لدي اف تي بيبقى بيريودك برضه اوف بيريود ان. احنا اكشولي لما بنتكلم على الان سمول دي بيبقى عارفين انها ان تي اس. اوكي، الناحيه الثانيه بتروح لنا الفريكوانسي كومبوننت بيساوي توايس باي كي اوفر ان. اوكي، حسب الايكويشن بتاعتنا. اوكي، لان احنا الايكويشن بتاعتنا هي عباره عن اي تو ذا جي اوميجا ان، فاوميجا هنا هتساوي توايس باي كي اوفر ان. بيسكلي احنا عندنا الفاليوز دي بس الفريكوانسي اللي موجوده، يعني انا ما اقدرش احسب فريكوانسي غير الفريكوانسيز اللي انا اقدر اجيبها من الايكويشن دي. اوكي، اي فريكوانسي في النص لو كي هنا بتساوي 1.5 مش 1 ولا 2، ما اقدرش ان انا احسب لها الفريكوانسي كومبوننت بتاعتها بتساوي كام. اوكي، فبيسكلي احنا عندنا الـ يعني النمبر اوف فريكوانسي كومبوننتس دي بتعتمد على قيمه الان دي بتساوي كام. لو انا صغرت الان دي او كبرتها، اللي بيحصل ان هي بتغير لي الريزولوشن بتاعت الايه، بتاعت الفريكوانسي دومين بتاعي بيساوي كام. يعني بدل ما بقدر اجيب مثلا فريكوانسيز معينه، ممكن اقدر اجيب فريكوانسيز ثانيه. لو فرضا خليت الان بتاعتي دي بقت الدبل، اوكي، يبقى معنى كده دلوقتي الفريكوانسي كومبوننتس بتاعتي بقى الريزولوشن بتاعتها الضعف. لو الان دي بقت النص، يبقى معنى كده لا، ده الريزولوشن بقت اوحش، الريزولوشن بقت اقل. اوكي، فمعنى كده ان انا ممكن اتحكم في الريزولوشن بتاعه الفريكوانسي دومين اللي انا بحسبه باختيار الان بوينتس بتوعي دول بكام. طبعا احنا عندنا حاجتين ممكن ان احنا نقدر نعملهم الحقيقه، ان احنا يا اما لما احنا بنعمل سامبلنج للسيجنال بتاعتنا اكس اوف ان نختار الان انها تكون كبيره شويه. اوكي، ان احنا عشان نحاول نحسن الريزولوشن بتاعتنا اللي هنا دي نكبر الان عشان نصغر الستاب بتاعتنا، اللي هي الستاب بتاعتنا عباره عن توايس باي على ان، لان الكي دي من يعني ماخده 0 1 2 3 لغايه ان ماينس 1، فالستاب بتاعتنا عباره عن توايس باي على ان. فكل ما كبرت ان كل ما الستاب بتاعتي في الفريكوانسي صغرت، فمعنى كده ان السبيكترم بتاعي او الفوريير دومين بتاعي بقى الريزولوشن بتاعته او الستاب بتاعته بقت اصغر. اوكي، لان انا بعتبر الفريكوانسي دومين ده احنا بنعمله سامبلينج بالستاب اللي بقول لكم عليها اللي هي توايس باي على ان. فيا اما ان احنا ناخد عدد اكبر من النقط، يعني ان كابيتال تبقى كبيره شويه، اوكي، فده يحسن لنا على طول الريزولوشن. يا اما بقى ان احنا ممكن امبروف الريزولوشن بان احنا نزود، لو احنا ما عندناش، لو احنا خدنا خلاص مثلا 100 نقطه واحنا عايزين ريزولوشن مقابله ل 200، ممكن نعمل حاجه بنسميها بادنج وذ زيروز، يعني نكبر عدد السيجنال بتاعتنا ان دي ان احنا نزود مجموعه اصفار. اوكي، فوانس ان احنا زودنا مجموعه اصفار احنا بيسك خلينا السيجنال بتاعتنا الان بتاعتها تكبر، فمعنى كده الستيب بتاعت الفريكوانسي بتاعتي بقت ايه، بقت اصغر، يعني بقى الستيب ريزولوشن بتاعتي بقت احسن. اوكي، فطبعا احنا السيجنال بتاعتنا زي ما اتفقنا احنا بنسامبل من وقت لوقت تاني. اوكي، فيعني احنا قلنا ان السيجنال بتاعتنا دي احنا بنأسيوم ان هي بيريودك بنفس البيريود دي، هي فعليا مش بيريودك فعلا يعني، فلو زودت عليها مجموعه اصفار اوكي هي مش هتفرق معايا حاجه حقيقه، السيجنال بتاعتي اللي انا قستها هي موجوده زي ما هي، الاصفار اللي موجوده دي مش هتعمل اي حاجه اكتر من هي تحسن لنا الريزولوشن بتاعتنا في الايه، في الفريكوانسي دومين. اوكي، فالبادنج والزيروز دوت ده اكشوالي بيساعدنا ان احنا نحسن الريزولوشن في الفريكوانسي دومين من غير ما يأثر اي حاجه على التايم دومين سيجنال بتاعتي. اوكي، فهنشوف الكلام ده في مثال كده علشان نقدر ان احنا نفهم الكلام ده بيتعمل ازاي بالظبط. ده مثال يورينا زيرو بادنج بيعمل ايه بالظبط. بيسكلي الكود اللي موجود هنا بتاع مات لاب ده ممكن ننقله بالظبط زي ما هو كده ونشغله على مات لاب، هيشتغل يطلع لنا الفيجرز دي. الاوريجينال سيجنال بتاعتي هعتبر ان هي عباره عن مجرد، هي عباره عن بلس. اوكي، عباره عن حاجه شكلها كده بتبقى وحايد من 0 لغايه 15 وبعد كده اصفار لغايه 32. اوكي، لو انا عملت 32 بوينت اف اف تي هيطلع لي الريزولوشن بتاعتي شكلها عامل كده، يطلع لنا المفروض طبعا عندنا دي شكلها عباره عن جيت، فالمفروض طلع لنا الناحيه الثانيه تبقى سينك. اوكي، في الماجنتيود بتبقى سينك طبعا، بناخد الابسولوت فاليو بتاعها، يبقى يعني مجرد بدل ما هي بتبقى البالس اللي هي اللوبس دي بتبقى نيجاتيف بتبقى بوزيتيف، لازم كلها تبقى بوزيتيف. فمعنى كده الريزولوشن بتاعتنا هتطلع كلها عامله كده بالشكل ده، كده شكلها يعني فعلا، يعني الشكل فعلا مسافه كبيره بين كل واحده والثانيه. انما لو انا عملت 128 بوينت اف اف تي، اللي بيحصل هنا ان انا بباد او بزود، بعمل زيرو بادنج بمقدار 128 ناقص 32، يعني حطيت بالظبط كده 96 صفر. اوكي، لما بحط 96 صفر اوكي، الريزولوشن بتاعتي بقى في الفريكوانسي دومين هلاقي ان السينك نفسها هي بالظبط كويس، بس بقى عندي نقط كتيره جدا جدا جدا، بقى عندي اربع اضعاف النقط اللي كانت موجوده هنا في الايه، في الجزء الاولاني دوت، في لما عملت 32 بوينت اف اف تي.
اوكي. هنلاحظ ان الاف اف تي اكشوري نفسه اللي موجود في ماتلاب بيسمح لنا نحط عدد النقط. يعني هو دلوقتي بيعمل اف اف تي، لو عملت اف اف تي اوف اكس كده هو بياخدها نفس عدد النقط بتاعت اكس، انما لو حطيت معاها رقم اوكي والرقم ده انا حاطه ان هو يبقى اكبر، هو اوتوماتيكلي بياخد اكس دي ويحط لها اصفار لغايه لما يخليها بالرقم اللي هو ال ان 2 ده اللي هو 128، ويحسب بعد كده الاف اف تي. اوكي، فمعنى كده هنا نفس النقط بالظبط. يعني لو شفت النقطه اللي هي عند زيرو دي نفس قيمتها موجوده هي هي، ونفس النقطه دي هتلاقي نفس قيمتها موجوده هي هي، بس بقى في بينهم بدل ما كان ما فيش بينهم حاجه، لا بقى في بينهم كذا نقطه كمان انا حسبتهم، يعني في هنا نقط كتيره حسبتها في النص بين الاثنين دول وبعض. اوكي، فالزيرو بادنج اكشوالي مش بيأثر لي على اي حاجه في السيجنال بتاعتي، هو مجرد بيحسن لي الريزولوشن في الفريكوانسي دومين. هناخد بالنا برضو من حاجه في الكود اللي انا حاطه هنا دوت. انا هنا بستعمل حاجه بسميها اف اف تي شيفت. لو احنا عملنا الاف اف تي بس وخلاص كده ورسمناه اوكي، هنلاقي ان احنا هو اكشوالي بيعتبر ان الزيرو هو الزيرو هنا، زيرو فريكوانسي هو الزيرو هنا. فالزيرو فريكوانسي معنى كده يحط لي النقطه دي تبقى هي الزيرو، اوكي؟ فتلاقي النقطه دي مرسومه هنا كده، وبعد كده بقيتها هنا محطوطه جنبها الناحيه الثانيه. فتلاقي شكل السيجنال غريب شويه، عشان احنا متعودين ان الزيرو بيبقى في النص. بعمل اف اف تي شيفت، بشفت الاوتبوت بتاع الاف اف تي بمقدار ان على 2. فعشان كده بيطلع لي الزيرو فريكوانسي بتاعتي في نص الايه؟ في نص الديسبلاي. احب الناس تجرب برضو الجزء ده، ان هي تجرب تحط يعني ترسم الاف اف تي نفسه وترسم الاف اف تي شيفت اوفر الاف اف تي وتشوف الفرق بينهم عامل ازاي. اوكي، فالاتنين دي حاجه مهمه قوي. وناخد بالنا من حاجه مهمه برضو، ان احنا لما بنيجي بنرسم الاوتبوت بتاع الاف اف تي اللي هو نفس الاوتبوت بتاع الدي اف تي، احنا اتفقنا الاف اف تي والدي اف تي هم طريقتين لحساب نفس الحاجه، برسم الابسولوت فاليو، لان الاوتبوت بتاع الدي اف تي بيبقى كومبلكس نمبرز، فكومبلكس نمبرز دي ما اقدرش ان انا ارسمها وخلاص كده، لان هي لما بتترسم لازم ارسم يا اما الابسولوت فاليو بتاعها اللي هو الماجنتيود، يا اما الفيز بتاعها اللي هو الانجل بتاعتها. ما اقدرش ان انا ارسم ايه، ما اقدرش ان انا ارسم الكومبلكس نمبر زي ما هو، مفيش اي طريقه تخليني ارسمه على طول زي ما هو كده. هنتكلم احنا دلوقتي على الجزء بتاع الفيز اللي موجود في الدي اف تي.